السلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من التلفزيون الجزائري. مرحبا بكم وإلى العناوين. رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يتفقد آخر تحضيرات المؤسسات الإعلامية العمومية قبل انطلاق الحملة الانتخابية. والتلفزيون الجزائري يشرع غدا في تسجيل مداخلات المترشحين بعد إجراء قرعة فضاءات التعبير المباشر. هذا يدعونا إلى الالتفاف حول مسعى العملية الانتخابية القادمة في 12 من شهر ديسمبر عام 2019، والتي دعت إليها رئاسة الدولة والمؤسسة العسكرية سليلة جيش التحرير الوطني. سكان ليزي خرجوا كاملين، نحن رانا نساندوا في الانتخابات، نحن اللي حب يعني اللي حب ينحيهم كاع يروح الانتخابات ينحيهم كاع، الصندوق هو الفاصل. جيش الشعب. مسيرات حاشدة داعمة للمسار الانتخابي ومثمنة لمرافقة المؤسسة العسكرية عبر الوطن. ومشايخ لمدية وأئمتها يدعون إلى تغريب المصلحة العليا للوطن وتعزيز اللحمة بين الجيش وشعبه. نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين، وشنين يؤكد أن النقاشات لم تخضع للمزايدات والحسابات السياسية، ويجدد أن الجزائر ستشهد انتخابات شفافة تعيد السلطة للشعب. الوزير الأول نور الدين بدوي يسدي تعليمات باستكمال جميع البرامج السكنية وتنصيب المجلس التشاوري القطاعي للوقاية والأمن في الطرقات وتأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها. أهلا بكم إلى النشرة الرئيسة أيضا، والتي تأتيكم اليوم استثناء على الساعة 7 لتمكين الجمهور الرياضي من متابعة لقاء المنتخب الوطني أمام نظيره الزامبي مباشرة على القناة الأرضية ابتداء من الساعة 8. وبداية عين رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناتراك خلفا لحشيش رشيد الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة. كما عين رئيس الدولة سيد عبد القادر بن صالح بن عبد الرحمن أيمن بصفته محافظا لبنك الجزائر. إلى المشهد السياسي، وتحسبا للاستحقاق المقبل، ثمن اليوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي خلال تفقده الاستديوهات المخصصة للتعبير الحر للمترشحين بقصر الأمم بنادي الصنوبر رفقة المدير العام للتلفزيون الجزائري سليم رباحي والمدير العام للإذاعة الوطنية جمال سنحضري. ثمن سير التحضيرات وجودة ودقة الوسائل المسخرة من قبل المؤسستين لإنجاح الحملة الانتخابية. يوم قبل انطلاق الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم 17 يوم الأحد إن شاء الله، لقد لاحظنا يعني بصراحة أن الإذاعة والتلفزيون الجزائري يعني كعادتها وفرت الإمكانيات التكنولوجية والبشرية ووضعت التنظيم المحكم الذي يعني يبشر بالخير وبسيطرة كاملة على متطلبات حملة فريدة من نوعها
هذه السنة، لأنها أول مرة منذ الاستقلال سنستضيف في هذا المجال المبارك يعني مترشحين أحرار بأتم المعنى الكلمة يتنافسون على اقتراح حر بأتم المعنى الكلمة. أردت أن أزف رسالة أمل لشعب الجزائري، وأنا أقول بأن كل جزائري، كل جزائري وجزائرية حر في التعبير عن رأيه، ولكن أيضا عليه واجب ينبثق مباشرة من حريته أن يحترم حرية الجزائري الآخر الذي يختلف عنه. هذا هو هذا الذي نسعى إليه. والتحرك ما دامك شفته التحرك الشعبي الآن لازم لسان لما يلاحظ بكل نزاهة وبكل عدل وإنصاف. يعني كان أرى اللي يقول لك لا، كان أرى اللي تقول نعم، والذين يقولون نعم فهم يتكاثرون يوم من بعد يوم وهم يحتلون أيضا الساحات وكذا. إذن الفصل يكون يوم الاقتراع. وللإشارة فإن التلفزيون الجزائري سيشرع غدا في تسجيل مداخلات المترشحين ومن ينوب عنهم. هذا وأجريت اليوم عملية القرعة الخاصة بتحديد الحيز الزمني الخاص بمرور المترشحين الخمسة في حصص التعبير الحر عبر قنوات التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبحضور ممثلين عن المترشحين، حيث خصص التلفزيون الجزائري 4 فضاءات للتعبير المباشر مدتها 30 دقيقة، وهذا قبل المواعيد الإخبارية اليومية. أن العملية شاقة وصعبة لكنها علمية، لا تترك المجال لأي شخص أن يشك في العملية هذه، بحيث أن التوزيع الزمني للمتدخلين يكون عادلا يوم البث المباشر. وهذه العملية بفضل الله وفضل الإطارات اللي تشتغل معنا اللي هم شباب، انتم شفتوهم شابات وشباب قايمين بالعملية، عملية ممتازة. الآن دخلنا في صف الأمم اللي تحترم نفسها وتحترم العلم والتكنولوجيا. من جهتهم أئمة ومشايخ ولاية المدية يدعون إلى تعزيز اللحمة الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية. نتمنى من الله العزيز القدير أن يوحد صفوفنا شعبا وجيشا، شعبا وجيشا. الطبيعة لا تحتمل الفراغ، وهذا من يعني من صميم ديننا، يعني الحاكم أو الرئيس هو الذي يحمي بيضة المجتمع ويحافظ على مؤسسات الدولة ويعني يحافظ على خيرات البلد ويحمي يعني حدود هذا البلد. أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يحفظ بلدنا وأن يجعله آمنا مستقرا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. إن آباءنا وأجدادنا من قبل تركوا المال والأهل والولد، بل تركوا الرضيع في حجر أمه والطفل في بطن أمه، وقالوا لبيك وطني، لبيك ديني، لبيك عرضي. هكذا كان شهداؤنا الأبرار يحملون هم الدين والوطن والعرض، وآن لنا نحن في هذه الأيام أن نحمل هم الجزائر، والجزائر فوق كل شيء، وخاصة في الاستحقاقات القادمة. نسأل الله أن يحفظ أرضنا وأن يحفظ جيشنا الذي يحمي هذه الأوطان في كل مكان. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم إلى ركنك الذي لا يرام، واجعلنا يا رب كما قال نبينا كالجسد الواحد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نسأل الله عز وجل ونحن نعيش هذه الأيام العصيبة في تاريخ الجزائر أن يكلل هذا الشهر، شهر ربيع الأنوار،
بانتخاب رئيس للجمهورية حتى تخرج الجزائر سالمة معافة من كل سوء يا رب العالمين، وأن يكلل أو تكلل هذه المجهودات وهذه التضحيات وهذه كلها بالنجاح والخير واليمن والبركات والازدهار لشعبنا العزيز الأبي. الله يوحد صفوف الشعب الجزائري على كلمة التقوى، ونسأل الله عز وجل لمن ساهروا ويسهرون على حماية حدودنا بالخير واليمن والبركات عانهم الله ووفقهم، خاصة جيش التحرير الوطني المرابط على الحدود، جيش التحرير الوطني سليل جيش التحرير، وكذلك كل الأسلاك الأمنية بمختلف رتبها. نسأل الله عز وجل أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يكونوا ذخرا للبلاد والعباد. كما أثنت الأسرة الثورية بولاية بسة على دور الجيش الوطني الشعبي في حماية مصالح الوطن والسهر على الارتقاء بمستقبله. نحن مع جيشنا مع أولادنا مع قيادتنا إلى أن توصل الجزائر وسرها إلى بر الأمان. نحن مع انتخابات والمشي قدوما إلى صناديق الاقتراع. يوم 12 ديسمبر انتخبوا من أجل الجزائر، لأن الجزائر في حاجة لنا مثل ما جاهدوا على عبويانا ومثل ما استشهدوا على عبويانا، فنحن أمة هذا البلاد بل الجيش الوطني الشعبي نؤيدوه ونساندوه. المجد والقدس شهادة براءه. وللتفصيل في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في النشرة، وقفة عند الضوابط القانونية التي تؤطر تشكيلة ومهام اللجنة الانتخابية البلدية. تفاصيل نوفا مع طه بليتي. اللجنة الانتخابية البلدية إليها يعهد دور أساسي في إنجاح الموعد الانتخابي الرئاسي المقبل في 12 ديسمبر 2019. تشكيلتها ومهامها يحددها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بضابط قانوني محكم وصارم بهدف واحد هو الشفافية والنزاهة. تتشكل اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيسا يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ونائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم المنذوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من بين ناخبي البلدية. ويشترط القانون العضوي تعليق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية فورا بمقر الولاية وبالبلديات المعنية. مهامها فصلت فيها المادة 153، وهي إحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكتب على مستوى البلدية، ثم تسجيلها في محضر رسمي في 3 نسخ بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين. يؤتمن أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية على النتائج المسجلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تغييرها، ويوقع محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات من قبل جميع الأعضاء التابعين للجنة الانتخابية البلدية من البلدية ومن مكاتب التصويت بها. وعبر كامل التراب الوطني ستشهد الجزائر رئاسياتها المقبلة بقاسم مشترك هو الشفافية والسعي الديمقراطي النزيه. كشف اليوم رئيس جبهة المستقبل المترشح لرئاسيات عبد العزيز بلعيد كشف عن النقاط العريضة لبرنامجه، وهذا خلال ندوة صحفية. نتقدم اليوم إلى الشعب الجزائري ببرنامج انتخابي قائم على تشخيص موضوعي للواقع وبعث مسار جديد لبناء دولة قوية أساسها المحبة التضامن العمل والاستثمار في الإنسان والأخلاق وزرع الثقة المفقودة. وهذه أهم الخطوط العريضة والالتزامات التي تناولها هذا البرنامج، نعرضها بمنهجية صارمة في تحليل أوضاع البلاد بالوقوف على الحقائق وتحليل مواطن القوة والضعف في تسيير دواليب الدولة.
أكد الأمين العام بالنيابة لحزب الكرامة محمد الداوي على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة على أن يفصل الحزب عن هوية المترشح الذي سيدعمه بعد المشاورات مع أعضاء المكتب السياسي. ومن خلال هذا المنبر نوجه نداء لعموم الشعب الجزائري أنهم يمشوا إلى هذه الانتخابات، لأنه لا مخرج للجزائر إلا بهذه الانتخابات. نحن نعلم أن هذه الانتخابات ستكون مرحلة ومحطة ودرجة مهمة في الخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر. دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني في لاليغويني خلال الدورة العادية 11 لحزبه، دعا إلى المشاركة القوية في الرئاسيات المقبلة باعتبارها المسار الأوحد الذي يكفل بناء الدولة الوطنية الجديدة. نحن في حركة الإصلاح الوطني ندعو عموم المواطنين والمواطنات إلى مشاركة قوية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، ونقول بأن هذه الفرصة تاريخية. بل من ينصدق اليوم بالأغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، صدقوا على 5 مشاريع قوانين. المزيد مع زكريا المهوبي. المصوتون بنعم. في أجواء هادئة صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشاريع قوانين. مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي تمت المصادقة عليه، تم التطرق خلال الجلسة لعدة تعديلات فيه تصب كلها في مصلحة المواطن. وبعد نقاش مستفيض حظي مشروع القانون المنظم لنشاط المحروقات بموافقة أغلبية أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، ونظرا لتوافقه مع مسعى السلطات العمومية في مكافحة الفساد، صادق المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية. وبالأغلبية المطلقة وافق النواب على مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. كما تم خلال الجلسة المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. لقد جعل النواب في هذه المناقشات بوصلتهم على حب الجزائر والجزائر فقط، لم يخضعوا هذه النقاشات لا لإكراهات الواقع ولا للمزايدات السياسوية ولا لمحاولات الضغط من هنا وهناك، بل جعلوا شيئا واحدا اعتمدوا عليه في نقاشاتهم هو حب الجزائر ومصلحة الشعب الجزائري فقط. ولهذا لم يكن توقيت هذه القوانين خاضع لأي حسابات سياسية إلا لحساب واحد هو مصلحة البلد والرهانات التي تخوضها البلد مستقبلا، وإلى سوق لا يرحم، وإلى إعداد والتمسك بكيفية إيجاد اقتصاد وطني يملك التنافسية الحقيقية. لقد حرص السادة والسيدات النواب على أن يرسموا في القوانين المعروضة صورة جديدة للجزائر التي يحلم بها الجزائريون، ممثلة أساسا في كيف يمكن أن تتاح مبدأ التكافؤ الفرص وينتهي عهد الاحتكار والمجموعات والجماعات الضاغطة، كيف يمكن أن يعد قوانين تمكن من توزيع الثروة العادل على مختلف جغرافيا الوطن دون حساب للجهويات الضيقة، كيف يمكن أن نبني قانون حقيقي مبني على الشفافية وعلى العدالة. وكانت تعديلات السيدات والسادة النواب في هذا الاتجاه. الجزائر التي نريدها أيها الإخوة أيتها الأخوات هي جزائر المؤسسات، وقد كان لمجلسنا الموقر كلمته فيما عرض عليه من قوانين. الجزائر التي نريدها جزائر حكم الراشد، جزائر الشفافية،
والرقابة الحقيقية عن المال العام. كل هذه المصطلحات ضمنها السادة والسيدات النواب في تعديلات القوانين المطروحة عليهم. هي ترسانة من مشاريع القوانين من شأنها مواكبة رهانات المرحلة المقبلة. رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد أن الجزائر متوجهة إلى مرحلة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية النزيهة والشفافة التي ستعيد السيادة للشعب. الجزائر التي حرص السادة والسيدات النواب في تعديل قوانينهم مراعين بأنها متوجهة إلى مرحلة نهائية ممثلة في إجراء انتخابات رئاسية، الكل حريص وقد سبق للسيدات والسادة النواب أن أطروها بهيكلة تنظيمية ومنظومة قانونية تؤمن فيها الشفافية والحرية والنزاهة، ونحن مقتنعون بأن شعبنا ومتفائلون جدا بأن شعبنا سيكون مع هذا الخط ومع هذا الخيار ومع هذا التوجه. رئيس المجلس الشعبي الوطني تمنى دور الجيش الوطني الشعبي في مرافقة الشعب لتحقيق مطالبه، مشيدا بمستوى الاحترافية العالية الذي بلغته المؤسسة العسكرية. الجزائر التي نريدها أيضا هي الجزائر التي يحرسها رجالها وجيشها الذي أبان باحترافية عالية وبتضحيات كبيرة لا زالت تقدم من أجل حماية البلد واستقرار البلد ومرافقة الشعب في إنجاز مطالبه وتحقيق مطالبه. الجيش الذي يحافظ ويحقق الإنجازات تلو الإنجازات داخليا ويحقق الاحترافية التي قلت في المنطقة، وله منا ولكل قيادته كل التحية والإكبار. لا يفوتنا فيه أن نتوجه بخالص عبارات الامتنان والوفاء والتقدير للمؤسسة العسكرية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، ومن خلاله أو بالأحرى بفضل الجهود المبذولة وقبل ذلك الرؤية المتبصرة والالتزام اتجاه الأجندة الوطنية والوطنية فقط في ظروف صعبة. إننا بهذه المناسبة نجدد الثقة ونجدد التثمين للمجهودات التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي وقيادته، وعلى رأسها نائب وزير الدفاع الوطني وقائد الأركان سيادة الفريق قايد أحمد صالح. ومن هذا المنبر وباسمكم جميعا نعلن بأن السادة والسيدات النواب سيكونون دائما ممتنين محافظين على العقد الذي يجمعنا، عقد حب الوطن وأجندة الوطن وأولويات شعبنا. شكرا لكم أيها السيدات والسادة. أسدى الوزير الأول نور الدين بدوي تعليمات بالتسريع في التنصيب الفعلي للمجلس التشاوري القطاعي للوقاية والأمن في الطرقات. جاء ذلك خلال ترأسه أمس اجتماعا للحكومة خاص القطاعات الداخلية والمالية والسكن والبريد. الوزير الأول شدد على ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة القاضية باستكمال جميع البرامج السكنية لوضعها تحت تصرف المواطنين في أقرب الأجال. التفاصيل مع ملك ساقي. في تعقيبه على هذا العرض الذي تضمن أساسا إدراج أحكام جديدة تتعلق بتوسيع تشكيل المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق إلى فعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين،
أشار الوزير الأول بأن مصادقة الحكومة على هذا المرسوم التنفيذي يعد استكمالا للإطار التنظيمي المنشئ للجهاز الوطني المكلف بوضع الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق وتنفيذها، والمتشكل من هذا المجلس التشاوري والمندوبية الوطنية. وفي هذا الإطار أسدى الوزير الأول تعليماته قصد التسريع في التنصيب الفعلي لهاتين الآليتين ومباشرتهما لمهامهما، مؤكدا بأن المستويات الخطيرة التي بلغتها ظاهرة حوادث المرور تجعل من ذلك أولوية لحفظ السلامة المرورية وأمن الأشخاص والممتلكات. كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية قدمته وزيرة البريد. يهدف هذا النص إلى تأطير وتسهيل إجراءات فتح الحسابات البريدية وتسييرها لفائدة المواطنين، لا سيما من خلال إرساء المبادئ الهادفة إلى حفظ وتأمين مصالح كل من المستخدمين والمتعامل العمومي. عقب دراسة ومناقشة هذا النص كلف الوزير الأول وزيرة البريد بإثرائه على ضوء الملاحظات أخذا بعين الاعتبار بالمعايير الدولية في هذا المجال، كما كلفها في نفس السياق بتقديم عرض حول وضعية مؤسسة بريد الجزائر ومخطط تطويرها وعصرنة خدماتها خلال اجتماع الحكومة المقبل. استمعت الحكومة كذلك إلى عرض قدمه وزير السكن يتعلق بالاحتياجات المالية الإضافية برسم السنة المالية 2020. يأتي هذا العرض تطبيقا لقرارات الوزير الأول المتخذة خلال اجتماع الحكومة المنعقدة يوم 30 أكتوبر 2019، والقاضية بإنشاء لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزير السكن تعنى بدراسة الاحتياجات المالية الإضافية من أجل استكمال المشاريع السكنية من حيث ربطها بمختلف الشبكات كهرباء غاز والماء وتلبية الطلبات المتعلقة بالإعانات الخاصة بالسكن الريفي والسكن الترقوي الإيجاري. وفي تعقيبه على العرض المقدم شدد الوزير الأول على ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة لا سيما القاضية باستكمال كل البرامج السكنية لوضعها تحت تصرف المواطنين، كما أكد على ضرورة تنويع مصادر تمويل المشاريع السكنية الجديدة وعدم الاعتماد الكلي على الخزينة العمومية، بالإضافة إلى إنشاء ورشة لدراسة آليات وضع استراتيجية جديدة قائمة على فتح السوق العقارية مع إشراك كافة المتدخلين في السوق على غرار المرقين العقاريين العموميين والخواص والمقاولين ذوي الخبرة في إنجاز المشاريع السكنية، إضافة إلى تأكيده على عزم الحكومة استكمال كل البرامج السكنية المبرمجة في طور الإنجاز، حيث تم تخصيص غلاف مالي برسم السنة المالية 2020 يقدر ب50 مليار دينار جزائري قصد إنجاز برنامج إضافي من السكن الاجتماعي وتخصيص إعانات للسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية والربط بمختلف الشبكات. الوزير الأول نور الدين بدوي أكد عزم الدولة على تجنيد كافة الموارد المادية والبشرية لتأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها وأنسنتها، مذكرا بأن دفع المستحقات الضريبية ينمو عن حس المواطنة. حفيظ عبد الصدوق. هذا العرض يندرج في إطار تقديم نتائج اللجنة الوزارية المشتركة التي كان السيد الوزير الأول نور الدين بدوي قد كلف وزير المالية بإنشائها، قصد تحليل واقع تحصيل حقوق الدولة بكل أنواعها واقتراح خطة عمل لإصلاح المنظومة الجبائية الوطنية والرفع من مستوى التحصيل. وقد أبان هذا العرض عن التحسن التدريجي الذي عرفته عملية التحصيل الضريبي من طرف الإدارة الجبائية خلال السنوات الأخيرة، إذ من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الجبائية المحصلة خلال هذه السنة 2800 مليار دينار جزائري، غير أن مستويات التحصيل هذه تبقى دون المستوى المطلوب، كما يسجل تراكما لباقي التحصيل بعنوان السنوات السابقة. وتعود هذه الوضعية إلى جملة من النقائص تتعلق أساسا بالعجز المسجل في الموارد البشرية والمادية والتأخر في عملية رقمنة المصالح الجبائية. بناء على ذلك تركزت المقترحات المقدمة على مراجعة كيفيات تحديد باقي التحصيل وكذا تعزيز وظيفة التحصيل، لا سيما من خلال الرفع من مستوى تواجد الإدارة الجبائية عبر التراب الوطني والرفع من مستوى تأهيل مواردها البشرية وتأطيرها على نحو يستجيب لفعاليتها.
في تعقيبه على هذا العرض أشار الوزير الأول إلى أنه كان من الضروري القيام بهذا التشريح الدقيق لواقع المنظومة الوطنية في مجال تحصيل الضرائب والرسوم للوقوف على هذه الاختلالات والخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نظرا لضعف مستويات تحصيل الضرائب والرسوم ومختلف حقوق الدولة مؤكدا على أن دفع الضريبة يعد ثقافة وينم عن حس المواطنة الذي يجب أن يتوفر في كل أفراد المجتمع مشيرا إلى أن التهرب الضريبي بلغ مستويات غير مقبولة وأكد هنا الوزير الأول بأن الدولة عازمة كل العزم على تأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها وأنسنتها وتجنيد كل الموارد المادية والبشرية لتحقيق هذا الهدف باعتبارها في قلب مسار إصلاح الاقتصاد الوطني وتطويره وفي هذا الإطار تقرر ما يلي تكليف وزير المالية بتعميق المقترحات المقدمة في إطار وضع استراتيجية متعددة السنوات لإصلاح المنظومة الجبائية الوطنية مع إجراءات استعجالية على المدى القصير قصد التكفل بالاختلالات المسجلة تعاضد الهياكل المنجزة على المستوى المحلي لا سيما في مجال الرقمنة من طرف مختلف القطاعات ووضعها تحت تصرف مشروع رقمنة وعصرنة الإدارة الجبائية التسريع في تجسيد خطة إصلاح وتفعيل الجباية المحلية واستغلال كل الأوعية الضريبية غير المستغلة تكليف وزير المالية باتخاذ كل التدابير الفورية قصد ضمان تحسين ظروف استقبال المواطنين وتوجيههم والتكفل بانشغالاتهم خلال كل أيام العمل والإلغاء الفوري لنظام أيام الاستقبال توفير الشروط المثلى لعمل أعوان الإدارة الجبائية وتحفيزهم على الرفع من مستويات التحصيل وفقا للمعايير الدولية والتجارب الناجحة عبر العالم على أن يتم ذلك تدريجيا تنفيذا لقرارات الوزير الأول نور الدين بدوي في اجتماع الحكومة أشرف اليوم وزير الطاقة محمد عرقاب على المحافظة الوطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ورئيسها البروفيسور نور الدين ياسع بحضور وزراء عدة قطاعات الوزير الأول أبرز في رسالة قرأها نيابة عنه وزير الطاقة أبرز صلاحيات الممنوحة للمحافظة التي تسمح بتجسيد مشاريع الطاقات المتجددة في أحسن الظروف بالتنسيق الفعال بين القطاعات الشريكة بما يمكن من وضع استراتيجية فعالة لتحقيق التنويع الطاقوي حيث أشاد الوزير الأول بالكفاءة والصيت الدولي الذي يحظى به الرئيس الجديد للمحافظة إن اقتراح إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية يأتي استجابة للصعوبات والعراقيل التي واجهت تنفيذ البرامج الوطنية للطاقات المتجددة والفعاليات الطاقوية وتتمثل هذه الصعوبات خصوصا في نقص التنسيق بين القطاعات المختلفة وعدم ملائمة طرق التمويل الحالية سوف تشكل هذه المحافظة قوة اقتراح تحت تصرف السلطات العمومية لإجراء التعديلات الديناميكية اللازم إدراجها تماشيا مع تطور السياق التقني والتكنولوجي العالمي والاقتصادي كما يهدف نشاط المحافظة من خلال اضطلاعها بتطوير الطاقات المتجددة والتدابير الفعالية الطاقوية كخيار بديل للأمن الطاقوي في التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ومكافحة التغيير المناخي في التعاون استقبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية مارياب لوسارناز وتناول الطرفان العديد من القضايا الراهنة في منطقة الساحل والصحراء الغربية والوضع في الشرق الأوسط أكد اليوم وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد في كلمته خلال أشغال الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو بفرنسا أكد أن الجزائر بصدد صنع تاريخ جديد لمجد تليد على يد شباب عقدوا العزم على رفع الجزائر إلى مصاف الكبار حفاظا على أمانة الشهداء والمجاهدين القادة العسكريين الذين وضعوا مصلحة الوطن فوق جميع الاعتبارات وأماطوا اللثام عن المتنكرين والكائدين
بالعابد أشاد بوعي الشعب الجزائري الذي أخذ على عاتقه مسؤولية التأثير في مجرى التاريخ من خلال المطالبة بالتغيير والإصلاح بصوت عار وبسلمية في شأن جزائري عكست نضجا وحسا مواطنيا رفيعا أبهر العالم، نضج دعمه التلحم مع الجيش الوطني الشعبي وهي مكاسب ديمقراطية، يضيف الوزير تتناغم مع مبادئ وأهداف منظمة اليونسكو الرامية إلى تعزيز مثل وحداثة والعدالة والتنمية. وعلى هامش الدورة تحدث اليوم وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد مع كل من وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ والوزير البريطاني لدى اليونسكو ماتيو لوج ووزيرة الثقافة والمعارف لدولة الإمارات العربية المتحدة نور الكعبي وكذا المدير العام للمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة سالم بن محمد المالك. كما كان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد قد تبحث أمس مع المديرة العامة لليونسكو أودري أوزولاي سبل ترقية العلاقات المتميزة بين الجزائر والمنظمة. وزير التربية الوطنية تحدث أيضا مع وزير التعليم والعلوم الروسي ميكايل كوتيوكوز حيث استعرض الجانبان مستوى العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها بين البلدين. نبقي على ملف التعاون وعلى هامش القيمة العالمية للسكان والتنمية بنيروبي، استعرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي مع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، استعرض سبل الإسراع في تجسيد الأهداف المسطرة لتحقيق التنمية المستدامة. كما تحدث ميراوي مع رئيسة وفد الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات التكفل بصحة الأم والطفل. أكد اليوم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة حسن ربحي أكد على ضرورة تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي وتفعيلها بضوابط تخدم مصالح الأمة. جاء هذا خلال اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين حول تأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي على المجتمعات. الجزائر واقع ورهانات. المزيد مع خليد حاج جلالي. حول سبل الاستفادة القصوى من مصداقية شبكات التواصل الاجتماعي في توجيه الرأي العام واحترام الخصوصيات والرأي الآخر تعزيزا للممارسة الديمقراطية ولحرية الصحافة المسؤولة، يؤكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة بالنيابة حسن ربحي أن توظيف التكنولوجيا الحديثة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي كفيل بالتصدي لمروجي الأخبار المغلوطة. في هذا السياق سجلنا بكل أسف استغلال أعداء الشعب الجزائري لهذه الشبكات في محاولة يائسة وبائسة لزرع الفتن وللمساس بمؤسسات الجمهورية وفي مقدماتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الحامية للسيادة وللوحدة الترابية والتي ساندت دون تردد خيارات الشعب في الذهاب إلى انتخابات رئاسية ديمقراطية حرة وشفافة. ولا يفوتنا بالمقابل التنويه بما تقوم به شرائح معتبرة من الجزائريين وفي مقدمتهم فئة الشباب من توظيف إيجابي لشبكات التواصل الاجتماعي للتصدي لأعداء الجزائر المروجين للمغالطات وللافتراءات ولخدمة قضايا إنسانية تضامنية، وهو ما يعزز قيم المواطنة والتلاحم المميز لمجتمعنا في شتى أحواله وأوضاعه. وفي السياق نفسه اعتمدت وزارة الاتصال البوابة الإلكترونية لتعزيز شبكات التواصل الاجتماعي تكريسا لمهمة الإعلام التي نحرص على تشريفها عبر مختلف الوسائط على المستويين المركزي والجهوي. من هذا المنطلق فإن قطاع الاتصال اعتمد ما يعرف بالأسطول الرقمي لافلوت نيميريك لتفعيل أدائه، لا سيما بمناسبة ما تعرفه بلادنا من أحداث مميزة ومواعيد استثنائية في عملية البناء والتجديد، وحسن توظيف الفضاء الرقمي
من خلال جملة من المبادرات والأنشطة على غرار إدراج نصوص تشريعية جديدة أو محينة تتكفل بالإفرازات والإنعكاسات المباشرة للطفرة التكنولوجية التي تشكل ملامح مجتمع المعلومات. الخبراء من جهتهم أثروا هذا اللقاء ببطاقات تقنية تخدم مختلف الاختصاصات. بالفعل أن هناك كثير من الصفحات وكثير من الأطراف تبث أفكارا مسمومة تحض على التفرقة، على ضرب مؤسسات الدولة. صفحة مليونية أو بمئات الآلاف تتعاطف اليوم على مقتل شهداء الجيش الشعبي الوطني، وأنت منذ الأمس القريب كنت تروج للمؤسسة العسكرية وتريد هدم المؤسسة العسكرية والتي تعتبر العمود الفقري لكل الدول. والمشكل أن المواطن يقوم بمشاركة هذه الأخبار، يعني مجرد ضغط على زر فقط رولك راح يشارك معلومة. أن هذه الشبكات على الرغم من دورها الإيجابي في الترويج الأفكار والحرية التعبير والبرامج والاحتكاك والتفاعل بين الشعوب والحضارات والثقافات، لكن هناك جانب مظلم وخطير وهو يعمل الآن من أجل ضرب مصداقية الدولة والجزائر كبلد مستهدف من خلال هذه الشبكات. هدف هذا اللقاء هو إيجاد ضوابط تعزز حرية التعبير والصحافة في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحق المواطن في المعلومة الصادقة وفي التثقيف والترفيه. أشار أحد المتدخلين إلى وجوب خلق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لصد الحملات التي تتهجم على كيان الدولة. الخبر صناعة، والصناعة بيزنس، الصناعة مال وأعمال. هذه الصفحات الإخبارية اللي راهي تروج، من راهي تجيب الموارد تاعها، كيفاش راهي تروج، لما اللي صالح من يتخدم، تسمى يتخدم لفائدة عندها أجندات معينة. هذا وتبقى لشبكات التواصل الاجتماعي مزايا كبيرة إن تم استعمالها بشكل مسؤول. ودعما لمرافقة الجيش الوطني الشعبي جابت اليوم مسيرة مختلف شوارع مدينة قسنطينة داعية للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبجيج المسيرة جابت مختلف شوارع دائرة الملية دعما لمرافقة الجيش الوطني الشعبي داعية للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. مكان الخونة جيش شعب خوا خوا، لا مكان للخونة جيش شعب خوا خوا، لا مكان جيش شعب خوا خوا، جيش شعب خوا خوا، لا مكان للخونة جيش شعب خوا خوا، خوا خوا،
مكان الخونة جيش شعب مكان الخونة ولاد فرنسا مع الخوانة ولاد فرنسا مع الخوانة ولاد فرنسا مع الخوانة ولاد فرنسا مع الخوانة جيش شعب ولاد فرنسا مع الخوانة نقف اليوم مدعمين ومساندين للجيش التحرير الوطني سالي الجيش التحرير الذي كان وفيا لمبادئ أول نوفمبر وحافظ على عهد الشهداء فوقف بجانب الشعب وأنقذ الوطن ولهذا نجد أنفسنا اليوم ملزمين أن نجدد العهد ونقف بجيف الجيش الوطني الشعبي في جميع قراراته من أجل الجزائر ومستقبل الأجيال الصاعدة ومستقبل أبنائنا وندعم ونساند بشدة وبقوة نقولها ونكررها ندعم ونساند بقوة الانتخابات يوم 12 ديسمبر 2019 حيث أنها عين الصواب حيث تعتبر بداية لحل الأزمة تحية الجزائر تحية الجزائر لابد أن يكون رئيس جديد للجزائر مختار من طرف الشعب بكل حرية وبالمناسبة أؤيد قرارات رئيس الأركان السيد أحمد قايد صالح ورانا ندعموه في كل كما يقولوا قرارات تاعو فيما يخص الجزائر ندور ابن بلدي دي ولاد رابح رانا متبعين الدولة الحقيقية الدولة الحقيقية رانا معاها رانا مع الجيش مع الأمن مع الدولة الصافية الشعب هو اللي يكرر مصيره بيده لازم انتخابات على طريقة نزيهة في فايدة الأمة الجزائرية مش فايدة الفساد ولكن نحبوا نمنعوا هذه المرة راهو جاء النظرية هذه الكبرى اللي جاب بها قايد صالح مشكور ونجس بها النظام معليش مش صحيحة بني اليوم راهي الطريقة هذه كاديس نوفمبر 54 جات جدد من جديد باش نديروا الانتخابات رئيس يكون منتخب من طرف الشعب مش من طرف الفاسدين المفسدين نحن في وقفة سلمية لمساندة انتخابات 12-12 بحول الله لأن لا مخرج من هذه الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أشهر إلا بانتخابات كما شهدت مدينة تسمسلت مسيرة شعبية مساندة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي وداعمة لمسار الانتخابات كلنا كفف ثيابنا شمس واحدة ألا وهي سياسة الجزائر تحيا الجزائر نعم الانتخابات نحن شعب واحد الجزائر جيش شعب من عجل الجزائر الجزائر غير محتاجرين الأمة غير محتاجرين لابد يوم 12 ديسمبر من عجل الانتخابات نزيها ونسيت أول يفصل ونسيت أول يفصل عندنا 5% نركب نعاود بالبركة عليه نركب نعاود بالبركة عليه الشعب نتاعنا ملتزم مع نفسه ومع بلاده من عجل باش يكمل هذه المسيرة الجديدة الجمهورية الجديدة اللي راح تخلق من بعد الانتخابات نتاع 12 ديسمبر وهذه الانتخابات لازم نستعمل فيها كل مجهود نتاعنا كمواطنين كمواطنات بصفة عامة من عجل باش تنجح هذه العملية نتاع الانتخابات و
بوسط مدينة الطرف مسيرة شعبية مساندة للجيش داعية إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية. إن سكان ولاية الطارف المجاهدة يقفون وقفة رجل واحد وراء قيادة الجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها سيادة الفريق أحمد القايد صالح. تحيا الجيش! تحيا الجيش! تحيا الجيش! تحيا الجيش! تحيا الجيش! من أجل الخروج ببلادنا من هذه الأزمة المتشبعة التي تسببت فيها العصابة التي تقبع وراء القضبان بفضل حراك الشعب وإخلاصه جيشه. نعم للانتخابات! نعم للانتخابات! نعم للانتخابات! تحيا الجيش بشعبها وجيشها والمجد! تحيا الجزائر بشعبها وجيشها والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار! جيش الجزائر! جيش الجزائر! خوة خوة! جيش شعب! خوة جيش شعب! خوة خوة! جيش شعب! خوة خوة! جيش شعب! خوة خوة! وبشلف دعوات واسعة للمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية وتثمين لدور الجيش الوطني الشعبي في مطالب الشعب. في تسليم الرياضة نحن مساندون للمؤسسة العسكرية. الجزائر لها رجال، ورجال الجزائر يظهرون يوم المواقف ويوم الشدة، واليوم الجزائر هي في أمس الحاجة إلينا. بما أن الجزائر اليوم تدعونا فنحن واقفون ونحن مع وطننا ومع بلادنا إن شاء الله، ولن تخيب آمالنا أبدا. وما هذه الحشود إلا دليل على الوطنية التي يمتاز بهذا الشعب. فنسأل الله عز وجل العزة والأمن والأمانة لبلادنا ولوطننا العزيز، وإن شاء الله ترفع رايته إن شاء الله في جميع الدول والمحافل الوطنية إن شاء الله. هذه وقفة تضامنية مع الجيش الوطني الشعبي. شعارنا نعم الانتخابات الرئاسية، نعم الانتخابات. نخرج يوم 12 ديسمبر من أجل انتخاب رئيس للبلاد. احنا رانا مع الجيش. شوف، تحيا الجزائر! والجزائر واحدة ماهيش اثنين، والجيش واحد ماهوش اثنين، وإعلامنا واحد ماهوش اثنين، والنشيد الوطني واحد ماهوش اثنين. وتحيا الجزائر وتحيا الشعب ويحيا الجيش، حبة من حبة وكاريه من كاريه. وطني روحي مالي لك في المهني.
نريد انتخاب رئيس نزيه، نريد استقرار للبلاد. يحيى الشعب الجزائري ويحيى الجيش الوطني والله يرحم الشهداء. جيش شعب خوا 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 شعب خوا خوا جيش ومن إليزي عبر المواطنون عن تثمينهم للدور المحوري للمؤسسة العسكرية المرافقة لمسار الانتخابات كحل يحمي المصالح العليا للوطن. وهذا يدعونا إلى الالتفاف حول مسعى العملية الانتخابية القادمة في 12 من شهر ديسمبر عام 2019، والتي دعت إليها رئاسة الدولة والمؤسسة العسكرية سليلة جيش التحرير الوطني بكل قادتها وعلى رأسهم المجاهد الفريق رئيس الأركان أحمد قايد صالح، شاكرين لهذه الأخيرة مرافقتها لنا وسهرها على حماية شعبها وصيانة وحدته، وحافظت بكل روح مسؤولية على كيان الدولة من أطماع الخارج والداخل. نحن اليوم سكان إليزي خرجوا كاملين، نحن رانا نساندوا في الانتخابات، نحن اللي حب يعني اللي حب ينحيهم كاع يروح للانتخابات ينحيهم كاع، الصندوق هو الفاصل، الشعب تاع إليزي كامل اليوم خرج من أجل الانتخابات، نحن مع الجيش وخاصة مع القايد صالح، نحن مع الجيش، هذا الحدود الشريط الحدودي اللي تقريب 7000 كيلومتر، هذا كامل الجيش راه يحكم فيه، وهذا الجيش اللي ما يرقدش الليل مع النهار، نحن رانا معاه. شعب خوا خوا جيش شعب خوا خوا الله يرحم الشهداء كامل عاود كامل الصناديق كاملين نعبر عن امتناننا الصادق لما يقوم به الجيش الوطني الشعبي، ونعلن وقوفنا إلى جانبه دائما وأبدا، وأملنا في الصندوق إن شاء الله يوم 12-12. ماذا بينا الفوت الناس كو أن أدونا تمدان إلى المدن السنادق وفوتون أكن انتغرى يحيى الجيش تحيا الدولة ويحيى قير صالح رئيس أركان. نطلب من كل الشباب يتوجهوا إلى صناديق الاعتراف نهار 12 ديسمبر، رانا قاع كل نطلب من الجزائريين عامة مش غير الصحراء، كامل الجزائريين كامل نهار 12 ديسمبر يتوجهوا إلى المكتب الانتخابات يساندوا الانتخابات. ماذا بينا الفوت أهلوا مراود السين داطلي تان ديسمبر الدوينة تمدت تبدتها بدئية تانو أدمية وقفة رجل واحد. عملنا المسيرة هذه من أجل الجزائر وتحيا الجزائر، لأنه نتقدموا للصندوق يوم 12-12 إن شاء الله بكل روح الوطنية والديمقراطية، وخليوا كل الناس يتفرجوا فينا في العالم بأن تقدمنا للصندوق، وندعو كل الجزائريين والجزائريات صغير وكبير للتقدم يوم 12 حتى نفرز رئيس الجمهورية اللي يقومنا إن شاء الله يا ربي أمام العالم العربي والدولي والأوروبي. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، ونترككم الآن لمتابعة مباراة الجزائر زامبيا مباشرة من ملعب مصطفى تشاكر. حظ موفق لمنتخبنا الوطني، إلى اللقاء.